ورجعت لكم مرة تانية وبستقبل ضيوفي. كل سنة وانتم طيبين. النهارده عيد وثلاث ايام العيد، ثالث يوم العيد، والنهارده نجومي مشرفيني. النهارده ضيوفي كانوا من السويس ومن زقازيق ومن دمياط ومن اسكندرية. النهارده شرفني، لسه واصل حالا دلوقتي، المايسترو شريف عزت، مدير مؤسسة اونلاين، مؤسسة الار اي للقنوات الفضائية، ومكتشف أطفال وذا فويس، قدمهم طبعا على الساحة، وكمان مدرب صوت في وزارة الشباب والرياضة وحاجات كتير. مايسترو ربنا يخليك، أسوان طيبة وكل الشعب المصري بخير وسعادة. ربنا يخليك. وحضرتك صوت بصمة الجميل، اكتشافك طبعا. طبعا مكتشف النجوم مستر شريف عزت، مايسترو شريف عزت، نجم الإسكندرية. ونجمة الإسكندرية إن شاء الله هتكون في يوم من الأيام. بصمة أهلا بيكي، نورتينا. اهلا وسهلا بيكي. معانا مدير مؤسسه الار اي للقنوات الفضائيه ومواهب اونلاين، يعني الحمد لله ترند عالي لمواهب اونلاين على كل مستوى التواصل الاجتماعي في مصر وخارج مصر. مش كده؟ الحمد لله. اهلا بيك استاذ العميد حمدي صالح. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا فندم. برحب بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ومعانا مدير التصوير استاذ محمد مصطفى من اسكندريه طبعا. ايوه اهلا بيك. اهلا بحضرتك. حياتك اللي يعني اللي بتصور كل حاجه جميله نزلت الايام اللي فاتت لمواهب اونلاين. اهلا بحضرتك، نورتنا. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين والقعده جميله ليكم. ربنا يكرمك. مستر شريف، يعني حضرتك المواهب الجميله اللي كل يوم بتجيلنا على الاونلاين. اولا لازم برضه لجنة تحكيم البرنامج كله ان شاء الله، وبقول لكل الولاد الموهوبين خلي بالكم مش هترحم حد. لا مش هنرحم حد على فكره. احنا سعداء بوجودنا معاك قبل كل شيء، وبينك اسكندريه كمان وبيت اسكندريه، ده فخر لينا كمان بجد والله. صراحه الناس بنحبها جدا، وانا بحبكم، وبنحب صوتك كمان والله العظيم، يعني اعلاميه جميله جدا، وشرف لنا نبقى موجودين معاك كلنا. ربنا يخليك. البرنامج على فكره يعني انت عارف ان انا فنانه واعلاميه، وحابين البرنامج ده يكون ليه انطلاقه لكل النجوم في كل المجالات، المبدعين والمواهب الحقيقيه، يبقى انطلاقه. بالظبط. وكمان من خلال قناه الصحه والجمال، الشيء الجميل سعداء بوجودنا فيها، انها فتح لنا الابواب بكل حب. سعداء بوجودنا. ربنا يخليك. ايه المواهب الجديده اللي عندنا الايام، يعني الايام دي انطلاقه كبيره بيننا حتى والوطن العربي. احنا ابتدينا الفكره مع بعض انا واستاذ رائد طبعا، مواهب اونلاين دي اما كنا عاملين في مؤسسه كنا عاملين الاول الفكره، انا طبعا في مدير الشباب والرياضه لما جيت كورونا طبعا بينا نشتغل اونلاين كلنا. فمديره المديريه عندنا الدكتوره صفاء الشريف، الست نشيطه جدا حضرتك بتحبيها طبعا. فجينا فكرنا نعمله حاجات كتير جدا، عملنا في البلكونه، وبعد كده عملنا خيمه رمضان كويس اونلاين كله فنجحنا. فجت فكره البرنامج بتاع مواهب اونلاين برده، لما عرضتها على الاستاذ رائد الشيمي طبعا رحب بالفكره، والحمد لله نفذناها بحاجه بسيطه جدا في شهرين. الحمد لله بقت الاعداد زي حضرتك شايفه، لو حد متابع الصفحه بتاعتنا مواهب اونلاين في كل انحاء يعني على مستوى الدول العربيه كمان. ولغايه دلوقتي المسابقه، عايز بس اقول للناس حاجه برضو عشان في ناس، لا احنا لغايه ان شاء الله لغايه اول 9 البرنامج شغال بتاعنا، بنستقبل فيديوهات لغايه وقتنا هذا في الغنى والمزيكا والرسم والشعر، اي موهبه في اي حاجه. تمام، شيء جميل ده احنا بنقول للناس كلها طبعا. طبعا من المواهب الجميله اللي حضرتك بتسمعها، نسمع صوتها بقى طبعا عشان نعرف الجمهور عليها الاول، نشوف يعني مواهب اونلاين وستر العميد حمدي. ليه يا قلبي ليه بتحلفني، ليه اخبي الحكايه ودارع عليه، موصف لوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي، موصف لوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي، وإزاي بس أداري وإزاي بجاري وأتشوق إليه، وإزاي بس أداري وإزاي بجاري وأتشوق إليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني، ليه
ليه يا قلبي ليه؟ الله عليك يا بسمة، الله عليك، عندنا مواهب حقيقية. آه طبعا. يعني وكمان اسكندرية، يعني أبناء اسكندرية ومية اسكندرية والجو الجميل، في أصوات جميلة عندنا يا شريف، وعندها مساحة في صوتها كويسة جدا، وعندها إحساس خامته كويسة جدا. آه يعني خليك بتدربها طبعا إن شاء الله طبعا، وهي بسمة نشيطة كمان ومركزة. ما أنا عايز أقول كل الشباب لازم تشتغل على نفسك عشان توصل لهدفك، يعني صحيح، برافو مهم عليك جدا بسمة. إن شاء الله. طب ست العميد حمدي طبعا مدير مؤسسة الار اي ومواهب اونلاين، ايه اللي حضرتك مقدمينه الايام القادمة طبعا الفائزين في مواهب اونلاين، ايه اللي هنقدمه لهم، ايه اللي هنقدر نعمله للشباب اللي ان شاء الله هيفوز معانا في المسابقة ان شاء الله؟ انا بقول دلوقتي للناس كلها كل سنة وهم طيبين، انت طيب ومصر كلها بخير يا رب. فالبرنامج يمكن زي ما قال الاستاذ شريف عزت، هو الاستاذ رائد الشيمي، البرنامج ابتدى ينجح الحمد لله على مستوى الوطن العربي كله. فكل اللي بنقدمه بس للشباب، احنا من بفضل الله وبفضل التيم اللي شغال كله، بنقول ان هم بس يقدموا لنفسيهم الموهبه واحنا بندعمها. صحيح. رغم ان هي المؤسسه ما لهاش غير مؤسسه واحده بس اللي هي ار اي، ما فيش حد بيدعم المؤسسه. احنا تدعمنا بالشباب. بمعنى ان الشباب ساعه ما بيجي يقدم اللايف بتاعه او بيقدم الفيديو بتاعه، الاستاذ شريف عزت، الاستاذ محمد، كل القائمين على القناه او على المؤسسه النفسيه هم اللي بيختاروا. تمام. فاحنا بنقول للشباب دلوقتي زي مثلا زي نسمه، نسمه دلوقتي يعني اهل اسكندريه كتير جدا، الشرقيه، حتى بيجي لنا ناس من سوريا ومن اليمن ومن لبنان جزائر. ومن الاردن ومن الجزائر. فالحمد لله مواهب اونلاين بفضل القائمين على البرنامج، ممكن سعادتك كنت انت واحده منهم اللي في لجنه التحكيم في اسكندريه تقريبا، بسمه طلعت طبعا تمام مركز اول مستوى الجمهوريه، خدت مستوى رئيس الجمهوريه طبعا. تمام. فاحنا بنقول للشباب دلوقتي انت عندك موهبه مدفونه. برنامج اونلاين النهارده هو بيدعمك النهارده، الناس كلها استمتعت فعلا بالمواهب، وعندنا مواهب كتير بجد، ولسه في جوائز. يمكن استاذ شريف عزت، طب ايه يعني مثلا ايه اللي هنقدمه لهم يا شريف، ايه اللي هنقدمه لهم يعني الايام القادمه؟ ما لسه بقى كلمه اللي هل في عمل جماعي هيضم يعني ده شيء طبيعي؟ اه طبعا 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 ان شاء الله. في حفل حفلات كبيره، في حفله هتتقام ان شاء الله في اسكندريه وفي القاهره وفي كل المحافظات. كمان الدكتوره رباب عامله مفاجات كتير جدا، انا مش عايز اتكلم عشان هم مفاجات كتير قوي مش عايز اقول انا اهو. استاذ محمد مصطفى كمان مدير تصوير، انا بحياتك برحب بيك استاذ محمد. حضرتك يعني دورك ايه في يعني حضرتك مدير تصوير في اسكندريه طبعا، في اسكندريه في تلفزيون اسكندريه؟ لا 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 مش بره، وفي البرنامج طبعا ده الاساس. حضرتك اللي بتقدم بتصمم لنا، بنصور طبعا الناس المواهب اللي بتجي لنا وكده اهوت، وحتى اللي هو بيفوز او كده اهوت بننزل لحد البيت بتاعه بنصوره هناك في جو عائلي كده اهوت، بحيث برضو نفرحه بالموهبه اللي هو كويس فيها، وبنحاول ان احنا نشجع بقيه المواهب وكده. شيء جميل طبعا. حضرتك يعني اكيد برضو بتستعد للتصوير ان شاء الله كليبات وحاجات من دي للمواهب إن شاء الله اللي عندنا أكيد. والنجوم عندنا نجوم كتير، محمد بيعمل في الكليبات كلها يعني، صورنا حاجات كتير وفي نفس الوقت لسه اللي جاي احلى كمان يا رب خير. بس استاذ اسرار انا عايز اقول حاجه عشان في ناس برضو لازم نقول اسامي نشكرهم بيشتغلوا معانا وبيتعبوا جدا، في الاستاذ محمد عبد المقصود، مهندس محمد عبد المقصود، مهندس الدكتور الكبير بتاعنا اللي معانا، عايز اشكره لو سمعنا على الهواء. وناصر مهران، وناصر مهران طبعا المونتاج عندنا طبعا، استاذ الدكتور احمد رمضان سكرتير عام النقابه الاول، والاستاذ عمرو دوبان وحضرتك، ناس بتتعب معانا بجد والله، والناس دي بتشتغل معانا للشباب. انا سعيد ان انا ابقى موجود معاك كمان. عندنا مشاركين من دول اخرى يعني من النجوم اللي ممكن انا فيها، وكمان بنعملوا حاجه يعني سياده العميد برضو لازم كنا لك، احنا كل خميس او جمعه بناخد نجم زي ما خدنا حضرتك كده في اول شهر، خدناكي طلعتي وامتعت الناس في البث المباشر. كمان الجمعه الجايه عندنا مطربه لبنانيه غرام رائعه جدا، وعندنا مطربه سوريه رامي عبود، وعند يعني كل الجمعه والجمعه في مره خدنا اشركت في يوم جمعه برضو، وكان امبارح عندنا اورج جورج لو حضرتك شفتيه ان شاء الله انا جورج مدحت هنجيب هيجي مع متفق معاه هيجي هيجي معايا المره الجايه، قلت له وسعيد كمان عمل جو عنده 15 سنه وكمان ذوي القدرات الخاصه انا شفت عندنا القدرات الخاصه يعني كمان ذوي القدرات الخاصه دول يعني حاله لوحدهم من وزاره الشباب والرياضه، في مبدعين وفي ان شاء الله نجيبهم، وعاملين برنامج جديد ضحكه اونلاين من شهرين لثلاث سنين حاجه جديده. الدكتوره دي افكار الدكتوره الدكتوره رباب اونلاين اجمل ضحكه اونلاين. طب نسمع بس عشان نغني مع بعض، عايزين نغني وندندن طول حاجه اسكندراني. طيب يعني يلا ماشي هتغنوا معايا، يلا هنغني معاكي، يلا شريف. بلدي يا بلدي يا اسكندريه
فيك المحاسن والفن غياب بلدي يا بلدي يا اسكندرية فيك المحاسن والفن غياب حلوة يا بلدي جميلة يا بلدي حلوة يا بلدي جميلة يا بلدي يا اسكندرية يلا معايا بلدي يا بلدي يا اسكندرية فيك المحاسن والفن غيا بلدي يا بلدي يا اسكندرية فيك المحاسن والفن غيا نور الفنار عالمينا نور وانا اللي قاعد عالشط اصور نور الفنار عالمينا نور وانا اللي قاعد عالشط اصور فيك الاذاعة يا اسكندرية فن وبداعة يا اسكندرية فيك الاذاعة يا اسكندرية فن وبداعة يا اسكندرية حلوة يا بلدي جميلة يا بلدي حلوة يا بلدي جميلة يا بلدي يا اسكندرية الله 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 على فكرة في تتر بتغني لي في إذاعة اسكندرية لازال حقيقي يعني أقول لكم دلوقتي عدى كم سنة لحنوا لي شريف الأبيض طبعا أستاذنا تشكروه في إذاعة وتلفزيون اسكندرية دايما بالذات كل يوم يعني الصبح وبالليل بتقول يا اسكندرية مساء الخير أيوة مساء الخير على شط بحرك وهواكي يا اسكندرية مساء الخير مساء الخير على شط بحرك وهواكي قالت وقلنا وقالها الطير يا اسكندرية مساء الخير يا اسكندرية مساء الخير مساء الخير وصباح الخير يلا نسمع نسمع يلا في ساعتك المؤسسة قررت حاجتين هم بيعملوها بس ممكن اقول لك حاجه وفي حاجه تانية بس لسه لما نقررها المؤسسه قررت كل التيم الموجود يعني لما بتكلم على المؤسسه بتكلم على الكل ان هي بتعمل دلوقتي كل شهر بتطلع عروسه كل شهر والله بتطلع عروسه بمعنى ان اي حد من الناس المشاهدين اللي بيتابعونا على الصفحه من بره الصفحه من الدول العربيه من اي دوله في عندهم احتياجات لعروسه بنطلع عروسه كل شهر شيء جميل والله لان هم مش قادرين ان هم يجهزوها فده كان قرار من النقابه اي عروسه مش قادره تتجهز النقابه هتقوم بيها وهتجهزها شيء جميل طبعا ربنا يكرمك كل رب يحترم يعني استاذ شريف الجديد في اسكندريه ايه بالنسبه لوزاره الثقافه ووزاره الشباب وايه اللي ممكن بتحضر الايام الجايه في اسكندريه بص انا هقول لك على حاجه لازم بعديها والله في كتير طبعا طبعا هقول لك على حاجه برضو لو انت في اسكندريه وملاحظينها حاليا دلوقتي وزاره الشباب والرياضه في الحته الفنيه تفوقت على وزاره الثقافه الحته الفنيه تخيلي بقى عندنا يكفي كمان اونلاين بلكونه يعني بلكونه عملناها دوت الدكتوره صفاء شريف كانت عاملاه كسر الدنيا او كل يوم احنا جبنا بص حضرتك في 3 شهور جبنا 1,000,000 مشاهده مدير شباب الرياضة في اسكندرية 1,000,000 مشاهدة والله الحمد لله نجحنا ويمكن محافظ اسكندرية كرم الدكتورة صفاء اسكندرية يعني الفن كله في اسكندرية انا بكلمك بمنتهى الصراحة محافظات كلها طبعا موجود انا بس مش عايز ابعد عن حتة اوصلها لحضرتك مواهب اونلاين حاجة معمولة جديدة في مصر عايزين الناس كلها تساعدنا كمان يعني انا متعاقد مع برنامج سافوس بعمل حاجة بس مش مصري يعني مجهودي بيروح في حته ثانيه ذا فويس قدمت اشرقت قدمت اشرقت احمد السيسي جواريه جنة جندي نورهان حياتك دربتهم وقدمتهم ذا فويس احمد السيسي لا احمد السيسي كان يعني قدمت له بس هو متدرب يعني هو بعد كده بقى معايا احمد السيسي يعني اشرقت دي بنتي وحبيبتي طبعا والسنه دي كان في محمد نادر برضو وفي كمان اسماء شريف كبار من من سوهاج وشمال مغربي دي حبيبتي شمال دي دي في حته ثانيه يعني ان شاء الله كلهم هيكونوا دي حبيبتي لا 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 الحمد لله بفضل تدريب حضرتك والطموح اللي جواك وكمان يا استاذ اسراء
الاصرار من برنامج مواهب اونلاين فيه هتطلع مواهب كتير جدا، هتشوفي مواهب كتير جدا والله. احنا بنعمل برنامج زي سافوس كده ان شاء الله، يعني احنا دلوقتي مرحله المشاهده عاملينها، ويمكن انا وقعدنا كان في اجتماع من يومين ثلاث ايام مع سياده العميد، وهنعمل حاجات بس انا ما اقدرش اقولها على الهواء. لا ان شاء الله خليها مفاجآت لجمهورنا ان شاء الله. مش هيسوني بره. بس ما يلا نسمع مع بعض ونغني مع بعض. يلا إيه يلا شريف نغنوا ايه؟ هنغني حاجه جديده الاصاله. طب يلا. طول عمر زنت الناس على العشق بطن اخطر، والوحده يا برصاص، بس الغرام اخطر. عيبت على العشاق وخلفت سكتهم، عيبت على العشاق وخلفت سكتهم، وعشقت زي الناس، لا لا زيهم واكتر. عمال يعادي ويتكابر ويسوق في عندهم وصابر، واني من عيلة وبنت اكابر، وفي وسط ناس يا ناس آية، سبحان ما زاد حسنه رسمه، ده الناس بيتغنوا باسمه، ورد وطرح قبل ما واسمه، من غير لا زرع ولا سجايا، يا ابويا على جمال رواية، شربت عين يروي رواية، عطشانة جبني على عمايا، ومشيت وقلبي يا ناس خالي، مع اني توبوا موش توبي، طالع في جدري ومكتوبي، وعشان ما سابني ورمى توبي، بشكيه لناسه وناس غالي. الله عليك يا بسمة، الله عليك بجد، صوت جميل ان شاء الله، مبشر بالخير. نختم لقاءنا جميل ونتقابل تاني ان شاء الله. ان شاء الله. طيبين. كلمه منك شريف لجمهورك ومواهب اونلاين، كلمه منك جميل. انا عايز الجمهور الاول عايز اشكر سياده العميد حمدي قبل كل شيء والله بجد، يعني لانه جه عملنا نشاط جامد جدا وساعدنا. اشكر الاستاذ محمد مصطفى طبعا مدير التصوير، اشكر طبعا الدكتوره رباب الست الجميله اللي بتعمل شغل، حبيبتي الاطفال حبيبتي الشباب كلهم، وبشكر حضرتك وبشكر بسمه وعمرو دوبان استاذ رائد الشيمي. كل سنه طيبين واغلى اسم في الوجود مع بعض. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان، ومهما كان انت مصر وكل خطوه في مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. بشكركم وتحيه مني كبيره بجد، والتقي يعني نطلع فاصل. اوكي نطلع فاصل ان شاء الله كده، ونلتقي بضيوفي معايا الفنان التشكيري الكبير عادل بنيامين، برحب بيه بعد قليل، والتقي بالشاعر الجميل طلعت الشريف الشاعر الجميل. يعني اطلع فاصل واستقبل ضيوفي. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم بخير وسعاده. ورجعت لكم وبستقبل اخر فقره في برنامج النهارده اسرار النجوم. بستقبل النهارده الفنان التشكيلي الكبير الاستاذ عادل بنيامين، سافر دول العالم، لوحاته لفت العالم كله
باعماله الجميله. برحب بيك استاذ عادل. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. نورتنا النهارده. الله يخليك. وصوتك على فكره جميل قوي النهارده. انا سامع. ربنا يخليك. اسعدتني بوجودك. كل سنه وانت طيب. برحب بالشاعر الجميل لعدة الدواوين الاستاذ محمود الشريف. برحب بيك استاذ طلعت شريف. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اسعدت بوجودك النهارده. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. انا عارفه ان انت جاي من مسافه كبيره. بشكر كل ضيوف النهارده يا جماعه على فكره جايين من محافظات مختلفه جدا. يعني كل ده عشان النهارده حابين يسعدوا جمهورنا ويسعدوا كل الموجودين في برنامج اسرار النجوم. بشكرك بشكرك لوجودك. انا سعيد جدا ان انا مع حضرتك. وكل سنه وحضرتك طيبه والساده المشاهدين بخير وصحه. ربنا يخليك. طب نسمع اشعار جميله. حاجه من دواوينك او حاجه من اشعارك الجميله اللي محضرها لنا. طيب انا اسمحي لي بس ابتدي بحاجه صعيدي كده. يا ريت. الشعر والفن التشكيلي. وحضرتك بتحب الكلمات والموسيقى. والموسيقى مش كده؟ ما يختلف يعني كلها الفنون الجميله دي مع بعض شيء واحد. شيء واحد. طيب نقول الصعيدي لما يعشق. لو قالوا لك ان بعشق حد غيرك صدقيهم اوعي مره تكدبيهم. ده انت اكتر حد عاشني رد من قلبك عليهم. وان ما فهموش يعني ايه العشق والعشاق وحالهم انت حاولي تفهميهم. وان ما عرفوش يعني ايه معنى المحبه اكسبي فيهم ثواب وعرفيهم. قولي ما بيعرفش يكره اوصفيني اوصفيني زي ما انت بتعرفيني. قولي لما ازعل شويه كان بحنيه يرضيني. قولي واحكي على اللي بين قلبك وبيني. ده انت خدت العمر كله احلى ايامي وسنيني. هم شايفين اني عايش وانت وحدك بتعيشيني. قولي وان خذلوني كل الناس في مره اوعي مره تخذليني. مش مهم الكون ده كله يكون حبيبني او كارهني يكون معايا ولا ضدي. ربنا وحده اللي عالم بالنوايا وهو بس اللي حاسبني. هما شايفيني بعيونهم وانت بتشوفي بقلبك. وانت عارفه اني مش حاسب حياتي وعمري قبلك. وان عمري في الحياه ابتدى اما القلب قبلك. يبقى لو قالوا اني بعشق قولي ده القلب الكبير. وان قالولك عني خاين قولي ده انتوا اللي حمير. قولي ده القلب الصعيدي اللي جواه خير كتير. ولا قولك عرفيهم عرفيهم يعني ايه عشق الصعيدي. اكسبي فيهم ثواب وعرفيهم. الصعيدي دم حامي حتى في عشقه هواه. الصعيدي لما يعشق عشقه يوصل منتهاه. الصعيدي باختصار يعني الحياة. واللي نصيبها صعيدي يحبها يبقى يا بختها. اوعي تصدقي حد يقولك ويلها وغلبها. اوعي تصدقي حد يقولك ويلها وغلبها. الله عليك الله عليك يا استاذ طلعت. اهنيك بجد. ربنا يخلي حضرتك. رائع كلمات. استاذ عادل حضرتك بتعبر بلوحاتك على الكلمة. الكلمة بتيجي لأنه القصيدة في الشعر ليها مردود بالرسم. بدليل أن حضرتك عندك النهاردة في الجريدة أو في الكتاب الغلاف. لما بنقرأ الكتاب بنصمم الغلاف. لما بنقرأ الموضوع في الجريدة بنصمم ال يعني بترسم الكلمات باللوحه. بنعيش وياها. بتعيش مع الكلمه. فبتعبر عن غلاف الكتاب مثلا بتعبر عليه باحساسه او الكلمات. بتقرا كل الكلمات وفي الاخر بتختار لازم. الشكل الجميل. أيوه. يعني الكلمه لا يعني شيء احنا مترابط. الفنون كلها مش هقول انها جنون. الفنون كلها لا ما تنفصل. الفن التشكيلي ما ينفصلش عن الادب ابدا. الفن والادب شيء واحد. يعني نكمل بعض كلنا. لان هو في وسط كلماته الشاعر في تصوير في حاجه بتعبر عنه بالله. روحاتك بقى حياتك سافرت فين ورحت فين وايه اللوحات الجميله اللي بتلف بيها مصر دي. لوحات انا باخدها بسيطه جدا لان دلوقتي حالا وانا جاي هنا واحد بيسالني لما شاف اللوحات معايا الصور بيقول لي يعني ايه فنان تشكيلي. لما شاف الشغل بيقول لي يعني ايه فنان تشكيلي. ففوجئت قعدت اشرح له يعني عشان كده اتاخرت انا شويه عن ال مجي هنا
فكنت قاعد بشرح له أول مرة يعرف يعني إيه فن تشكيلي. فقعدت شرحت له. عايزك برضو تقول على الجمهورنا يعني إيه فن تشكيلي؟ الفن التشكيلي ببساطة جدا إحنا بنعيشه كلنا. الفن التشكيلي اللي هو التعبير بتاع حياتنا اليومية كلها فن تشكيلي. من من أول ما بنصحى من النوم هو فن تشكيلي اللي هو بنرتب حاجتنا ونظبط حاجتنا ومش عارف ايه. اوضه الصالون هي فن تشكيلي، الصيدليه فن تشكيلي، كل حاجه. الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده فن تشكيلي، اللبس اللي احنا اللي حضرتك لابساه واحنا لابسينه ما هو ده فن تشكيلي، ده تشكيل، كل ده تشكيل. ف لكن للاسف بيسالني النهارده الراجل وانا جاي وقفت قدام الـ هنا الـ وقفت قعدت اشرح له بيقول لي يعني ايه لما شافني بيقول لي حضرتك فنان او مخرج او كده، فقلت له فنان تشكيلي، قال لي يعني ايه؟ قعدت طلعت اللوحات وشرحت له دي مدرستي ودي لما كنا في المدرسه. الله عليك. بقعد نشرحها ببساطه جدا. الله عليك. استاذ حضرتك لفيت فين ورحت فين؟ انا اساسا خريج الاكاديميه ليوناردو فينشي روما كايرو، فيعني من واحنا طلبه لفينا كتير قوي وشفنا كتير. و حضرتك مدرسه، انا عارفه حضرتك مدرسه في اعمالك في شغلك. فالنهارده لما بنيجي نشوف العالم بره، فانا جيت اول حاجه عملتها حطيت لوحاتي كلها على السور، على السور في شارع الجلاء، بعد كده على سور دار قضاء العالي. الناس كانت تيجي تتفرج على اللوحات في السبعينات الكلام ده. والله الشعب المصري جميل وعاوز يعرف. وعلى سور المتحف المصري وجوه الحديقه بتاعه الازبكيه وجوه حديقه الحيوان، وبقابل الجمهور. الجمهور متعطش، الجمهور مش فاهم يعني عاوز اقول ايه. احنا لازم نخرج بره القاعه، قاعه الفن التشكيلي مقصوره علينا احنا بس كحضرتك انا كشيء. لازم تعرف لغه العالم، لغه العالم الفنون، لغه الفنون. ايوه الاعلان اللي في التلفزيون ده فن تشكيلي، الكادرات كلها بتاعت السينما فن تشكيلي. حتى نشوفها معاك على الشاشه. لا 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 لا، بس جميل قوي. المدرسه طبعا والطبيعه. ما انا باخد حاجات بسيطه جدا عشان افهم الناس. صحيح. ما اقدرش اخد حاجات اللي هي الحداثه وما بعد الحداثه. اعمال قديمه ايه؟ اعمل لنا اعمال قديمه ايه؟ او يعني ان شاء الله احنا حاسه ان يعني بدانا نفتح شويه الاعمال. حضرتك بتحضر لمعرض جديد او في حاجه بتعمل؟ طبعا في اكتر من معرض، بس برضو باخد تصاريح لانه عامله جوه مترو الانفاق. والله جميل. لانه كمان تعرف الناس، الناس عايز تعرف. اخر مره كان معايا 6 لوحات ونزلت في المكاتب بتاعه مترو الانفاق. شوفي ما فيهاش شبابيك، ما فيهاش حاجه خالص، ومدينه كامله تحت تحت في مترو الانفاق. شرحت لهم والناس متقبله وعاوزين يعرفوا. طبعا مبادره منك جميله انك انت تعرف الناس. معنى فن التشكيلي ان احنا محتاجين الناس تعرف يعني كل ثقافه مهمه، دي ثقافه للشعب. زي اي ثقافه عاديه خالص. لكن للاسف معرفش ليه احنا قاصرينها على على القاعه بس. لا لازم نخرج بره القاعه ان شاء الله. واسرار النجوم مفتوح لكل الفنانين التشكيليين، برحب بيكم كلكم. لا في فنانين يتمنوا يكونوا عند حضرتك يعني. الله يخليك. الله يخليك استاذ عادل. الله يخليك. الله على لوحاتك الجميله. حضرتك فنان مبدع. استاذ طلعت الكلام الجميل، حضرتك كم ديوان عملته؟ انا عملت 3 دواوين في 2012 و2011، ديوانين في يعتبر بينهم وبين بعض فتره قصيره جدا، نسائم الروح وزهور الشتاء. و2019 رجعت تاني الحمد لله بديوان رحله الجنوبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. الاعمال اللي عملتها على الساحه للمطربين؟ اعمال الحمد لله يعني في الفتره الاخرانيه. على فكره انا بدايتي في كشاعر غنائي بشكر عليه الاستاذ احمد فوزي جدا، لان هو اللي اكتشف عندي الحته دي وهو اللي طلقها. هو كان المفروض يكون معانا النهارده بس ظروفه ما سمحتش. واقول له كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد، ربنا يعيد عليك الايام بخير. يعني هو شاف عندي الحته دي، قال لي انت ممكن تكتب شعر غنائي. طب هو اللي طلع مني. مين غنيت؟ مين غنى لك؟ غنى لي هو طبعا الاستاذ احمد فوزي، اول الناس اللي كانت مقتنعه بيه، فهو اول واحد غنى يعني. أكيد. بس بعد كده الاستاذ خالد بيوم اللي هو نقيب الموسيقيين في الشرقيه، طبعا امين صندوق نقابه المهن الموسيقيه للنقابه العامه. تحيه ليه وكل نقابه المهن الموسيقيه، تحيه منا وليك. عملنا شغل هايل جدا مع بعض طبعا. انا بشكره جدا لانه عمل حاجات وطنيه كتير قوي
عمل حاجه للجيش الابيض يا ريت وعمل حاجه عملك. حضرتك سمعتيها بس انا يعني عايز اخرج انا من القالب الغنائي يعني فهقول حاجه برضو ايه يلا عشان يعني وقتنا ضيق يلا هقول دم الابرياء هي تتر مسلسل صعيدي برضو تقول دق طبول الغدر غنى الشيطان غنويه غاب عن سماه البدر اللي شيطانه غويه معرفش حرم الدم ولا شال لاخرته هم ودم الابرياء مين اللي يقدر عليه اهو راح زي اللي راحوا ويا ما راح قبليه اعلى على عاليك اعلى كمان وكمان سيب الشيطان يغويك بالظلم والطغيان بكره ميزان العدل انسان ورا انسان شوف قفلة البواويب وشوف خراب الدار وفراق حبيب لحبيب وقصفة الأعمار الدنيا نار هتار والآخرة جنة ونار اعمل حساب وقفتك قدام ملك جبار دق طبول الغدر غنى الشيطان غنويه غاب عن سماه البدر اللي شيطانه غويه الله عليك بجد هنيك واتمنى الاعمال الجديده تكون عندنا ان شاء الله بشكرك استاذ طلعت على الوقت الجميل اللي احنا قصير مننا لكن سعيده باللقاء معاك ومع استاذ عادل الله يخليك طبعا يعني كل سنه طيبين كلمه منك لجمهورك الجميل تقول لهم ايه تقول ايه لجمهورك اقول لهم كل سنه طيبين ونتقابل تاني النهارده كده حاجه كده صغيره ان شاء الله احنا عاملين معرض الايام القادمه باسم اسرار والنجوم ان شاء الله هتكون حياتك حاضر معانا ان شاء الله ان شاء الله النهارده كده حاجه للتعارف يعني كل سنه وحضرتك طيب ميرسي استاذ عادل كلمه منك لجمهورنا جميل والله اقول لهم كل سنه وحضراتكم طيبين كنت اتمنى اكون معاكم وقت اطول طبعا بس يعني ظروف البرنامج ما سمحتش بكده كل سنه طيب كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ اسرار وانا سعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك وسعيد جدا بالاطلاله دي على الجماهير وكل سنه وحضرتكم طيبين فين احنا عملنا بس بسيطه للجمهورنا من خلال فن التشكيلي والشعر الجميل كل سنه طيبين انا بحييكم وبحيي كل مشاهدين ومتابعين برنامج اسرار والنجوم تحيه من رئيس قناه الصحه والجمال الاستاذ عبد الحميد توفيق لكل جمهور برنامج اسرار والنجوم انا بشكركم تحيه مني كبيره لكل جمهوري في كل مكان شايفني وبشكر كل كرو العمل اللي سهران معانا عشان الناس تفرح ونرسم ابتسامه جميله على يعني وجوه جمهورنا بشكر يعني الاستاذ محمد الشهد مدير الاستوديو بشكر شكر كبير للمخرج الجميل محمد كلاني بشكرك محمد بجد لذوقك بشكر مدير التصوير اللي تعبان من الصبح فعلا محمود يوسف اشكرك بشكر عمرو عمر بشكر استاذ رامي مش عايزه انسى حد الاستاذ المخرج المنفذ استاذ محسن علم والاضاءه تامر فهمي وبشكر الدكتور اسامه بيومي وكل الشكر والتقدير للاستاذ حمدي طبعا مدير البرامج وكل التقدير استاذ جمال وكمان استاذ هاني محسن سوشيال ميديا كل دول بشكركم وتابعونا على برنامج أسرار والنجوم على السوشيال ميديا وعلى قناة الصحة وجمال تصبحوا على خير كل سنة وانتم طيبين بحبكم كتير أسرار جمال وأشوفكم على خير